السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. حبسنا في الفيديو اللي فات أنجيزمون فوسيليفير، معناها مكمن فوسيلي. تعريف المكمن الفوسيلي، ممكن يجيك سؤال: il correspond à des niveaux sédimentaires où sont préservés des documents paléontologiques. هو عبارة على مستويات رسوبية، معناها طبقات رسوبية. أين تحفظ son preservé، تحفظ دي document paléontologique، وثائق بيولوجية، معناها هي منطقة تكون في سلسلة رسوبية، معناها ان زون منطقة في سيري سيديمونتير، في سلسلة سيديمونتيرية ولا سلسلة رسوبية، وش يكون فيها son preservé، أين يحفظ دي دوكيمون، وثائق paléontologية. اللي هي وش هي الوثائق الباليونتولوجية؟ معناها accumulation de fossiles، مجموعة من المستحدثات، مجموعة من المستحدثات تحفظ في منطقة رسوبية، في مجموعة من الطبقات الرسوبية. هذيك المنطقة واش نسموها؟ نسموها ان بيوزون، ونسموها ان جيزمون فوسيليفير. نروحوا لي تيب دو جيزمون. عندنا دو تيب دو جيزمون. كاين مستحدثات تكون متنقلة، يصرى لها ترانسبور ومن بعد تحفظ، وتتسمى في هذه الحالة الوكتون، فوسيل الوكتون. وكاين مستحدثات تتحفظ في بلاصتها، تموت في بلاصتها، تتحفظ في بلاصتها، يسموه ثم الجيزمو، جيزمو دو كونسنتراسيون، يسموها فوسيل اوتوكتون، معناها با دو ترانسبور، ما حدث لهاش تنقل. هذه على عجاله. درك لي تيب دي جيزمو: ان جيزمو دو كونسرفاسيون، هذا الاول، ان جيزمو دو كونسرفاسيون، مكمن حفظي، با دو ترانسبور، ما فيهش تنقل، معناها ديريكت في بلاصتها ماتت. ويسموا الفوسيل في هذه الحاله فوسيل اوتوكتون. وهذا الكلمه تاع اوتوكتون الوكتون استعملوها حتى في جيولوجيا دالجي. درك انا كي نلقى جبل تكون في هذيك البلاصه ما صرالوش لا شارياج، نقولوا احنا ما صرالوش الموفمون تكتونيك، ما تنقلش بالموفمون تكتونيك. شنو نسموه؟ نسموه ان مونتان، لي مونتان اوتوكتون، معناها ما تحركش اي كتله جيولوجيه، ما تحركتش، نسموها اوتوكتون. والكتله الجيولوجيه اللي صرا لها ديبلاسمون وتحركت، واش نسموها الوكتون. هذا الجيزمو الاول دو كونسرفاسيون، با دو ترانسبور، فوسيل اوتوكتون، ما فيش تنقل، وبالتالي المستحدثه تاعنا اوتوكتون ثابته. زيد الجيزمو الدوزيام، جيزمو دو كونسنتراسيون، المكمن التركيزي، شغل في ولا ما فهمتوش هكذا. المهم ترانسبور فوسيل الوكتون، فيه ترانسبور معناها تكون تنقلت المستحدثه تاعنا، والفوسيل الوكتون معناها مستحدثه متنقله. نروحوا لاتافونومي. دوكا نروحوا لكور جديد يسموه لاتافونومي. لاتافونومي عرفها لي: سي ليتود بيولوجيك فيزيك وشيميك ايديا جينيتيك، معناها هي الدراسه البيولوجيه الفيزيائيه الكيميائيه وديا جينيتيكيه، لانه جايه ديا جينيتيك من كلمه دياجونيز، اللي هي الاليات الكيميائيه التي تسبق صخرة رسوبية، معناها قبل ما تتكون للصخرة الرسوبية لازم يصرى لها الدياجونيز، معناها الدياجونيز هو آخر الآليات اللي تصرى للصخرة نتاعنا باش تتحول إلى صخرة رسوبية. دياجينيتيك كانترفونون لاتافونومي، قالك التي تدخل انترفونون اونتر لامور، قالك ولا التي تحصل تدخل للآخر بين موت الكائن ديزورغانيزم، لا مور ديزورغانيزم، بين موت الكائنات إلور أنفوسمو وردمها إلور إي أبري إلور لخر إي أبري أنفوسمو، معناها كشغل بعد ما تتحفظ هذه المستحاثة، وبعد ما تتفو، معناها أثناء الموت نتاع الاستحاثة. الطافونومي هي مجموعة من الآليات البيولوجية الكيميائية والفيزيائية والدياجينيتيكية، معناها تصرى لي الاليات الاولى اللي تصرى، مثلا هذا عندي كائن، علاش قال لك هنا تدخل، قال لك هذا الطافونومي تدخل اثناء موته لور اونتر لامور دي زورغانيزم، اثناء موت الكائنات لور انفوسمو واثناء ردمها اي ابري انفوسمو وبعد ردمها. معناها واش معنى هذا الشيء؟ معناها لامور، اول حاجه في لامور واش راح تصرى؟ تصرى واحد الاليات بيولوجيك اللي هي مثلا دخول البكتيريا وتبدا الديغراداسيون بيولوجيك. الفيزيكو شيميك هي تصرى مع الوقت اثناء الردم، مثلا تصرى وهي مردومه، تصرى لها اليات فيزيائيه وكيميائيه. اما الدياجونيز هذا يصرى بعد ما تتردم وبعد ما تتركب الفوسيل تاعنا، يزيد يصرى لها الدياجونيز باش في الاخر تتحول الى مستحاثه رسوبيه مريقله، نقولوا احنا اي ابري انفوسمي. هذا واش معناها الطافونومي؟ معناها الدياجونيز هذا وين يدخل كيما شفناها في الكونترول اثناء الردم وبعد الردم.
زيد هاد الاليات قالك اللي تدخل في اثناء الموت والردم والاخر في الاخر واش راح دير اسيغون منتجه دور فوسيليفر استحاثتها، معناها متسببا في استحاثه هذه الكائنات في الاخر كل تتسبب لي في الاستحاثه نتاع الكائنات هاد الاليات اللي هي عباره على فوسيليزاسيون. كشغل الطافوني هنا الطافونومي هنا هي شغل التعريف الثاني بشكل اخر لكلمه فوسيليزاسيون للاستحاثه، هو تعريف ثاني للاستحاثه. قال لك دي زيتاب دو بروسيسي، قال لك هناك نوعين اون ديستينغي، معناها نميز دو زيتاب نوعين من البروسيسي من الاليات من اليات الاستحاثه. عندنا لا فاز بيو ستراتينوميك، معناها تصرا لي قال لك الفاز الاولى كشغل هاد الاليات حنا قلنا لا طافونومي هي عباره على اليات بيولوجيه فيزيكو كيميك فيزيائيه وكيميائيه، هاد الاليات كامله قسمها للاخر. الاليات البيولوجيه الاولى واش سماها؟ سماها لا فاز، معناها المرحله لا فاز تساوي ايطاب، راه تقدر تقول لي طاب بيو ستراتينوميك وتقدر تقول لا فاز. لا فاز معناها هي المرحله، لا فاز بيو ستراتينوميك هي المرحله الاولى اللي هي البيو، كلمه بيو معناها المرحله البيولوجيه اللي تدخل فيها البكتيريا. واش قال لك باللي هي اشرحها لك انا، قال لك باللي هي لي بروسيسوس قال لك هي الاليات افكتون التي تحدث للاورغانيزم افكتون الاورغانيزم افون اي اوكور دو لونفوزمو، التي تحدث قبل واثناء اي اوكور دو لونفوزمو واثناء ردم، معناها افون اي قبل واثناء ما قالكش بعدها، قالك اثناء. اما دياجوناز وشنو تقدر اني ما درتهاش انا الشرح لانه مش شرحتها الاستاذ، بصح تقدر تستنتجها وحدك من هنا. مادام لا فاز بيو ستراتينوميك تحدث اثناء قبل افون اي اوكور واثناء الانفوسمو، معناها دياجوناز وين يحدث؟ يحدث لا دياجوناز يحدث بعد، معناها هي الدياجوناز كيتعرف انا واش تقول باللي لا دياجوناز هو لي بروسيسي افكتون لورغانيزم اللي هي الاليات التي تحدث للكائن ابري دو لونفويسمون، معناها بعد ردمه. سهله وبسيطه معناها ماهيش معقده. لي ميكانيزم دو لالتيراسيون، يعني ناحيه الدو هنا ناقصه كلمه دو، دير لي ميكانيزم دو لالتيراسيون طافونوميك، معناها اليات التحلل الطافونومي، معناها التحلل البيولوجي والفيزيائي والكيميائي والدياجونيتيكي، معناها الاليات هذه. اعطيني قال لك الاليات، اول اليه كما سمينا لا بيو ديغراداسيون، لا بيو ديغراداسيون اللي هو التحلل البيولوجي ولا تحلل الماده الحيه. سي لي بروسيسوس قال لك هي الاليات دو دي كومبوزيسيون دو لا ماتيار اورغانيك، معناها هي اليه تحلل لا ماتيار اورغانيك الماده العضويه بار لاكسيون بفعل دي زوتر اورغانيزم فيفون، بفعل كائنات اخرى حيه اللي هي كيما واش كيما لا بكتيري كيما البكتيريا. زيد لا مينيغاليزاسيون اللي هو التمعدن، سي تان رومبليساج قال لك هو تعويض دو مينيرال اوريجينال، تعويض معدن اساسي باغ انوتر مينيرال سكوندير بمعدن اخر ثانوي. هذه وش معناها؟ قال لك تعويض معدن اساسي بمعدن ثانوي. ودركا مثلا عندي الفيلدسبات هي مثلا معدن كبير، ومعدن كبير ولا عائله كبيره من معادن، هذا المعدن الكبير هذا وش يصرى له؟ كي تصرى له الالتيراسيون وش يعطيني الاورتوز، معناها هذا في المينراليزاسيون، معناها عندي مستحاثة كان فيها الفلدسبات واش تحول لي الاورتوز، كان فيها الاورتوز مثلا تحول لي اللوتالك، تحول لي نوع اخر، وبالتالي درك الاورتوز واللوتالك واش يعتبروا المينرال سكوندار بالنسبه لواش؟ بالنسبه للفلدسبات، لانه الفلدسبات اذا مينرال اوريجينال ولا اسونسيال. زيد لا كاربونيزاسيون اللي هي تدخل